يعني مع الأسف أنه تكون في منطقة مثل مدينة الشطرة، يعني مدينة مكتظة بالسكان تتجاوز عدد نفوسها 500,000 نسمة، فيها 66 عمارة سكنية مهيئة للبناء، لكن تتعرض إلى ضغوط سياسية وإلى مشاكل وإلى يعني شد وجذب من قبل كتل سياسية وجهات تريد اقتضاض يعني أو اقتناص الفرصة في سبيل تحقيق مكاسب مادية على حساب المواطن اللي يسكن الصفيح ويسكن العشوائيات ويسكن مناطق التجاوز. هذا المسكين يعني أين يذهب، أين يعطي الوجه إذا كانت الحكومة التي هو ينظر إليها على أنها الراعية هي من تسرق، هي من يعني تجد الحيل في سبيل أن تأخذ حق المواطن. أعتقد أننا اليوم نعاني من مشكلة حقيقية، وهي عدم وجود حكومة محلية أو مركزية تنظر إلى المواطن، بل تنظر على المواطن وأين يكون رزق المواطن لتشاركه فيه. للأسف الشديد يعني تلكؤ الاستثمار في محافظة ذيقار، وهذا الشيء يعود لسبب تكتلات سياسية اللي قاعد يساوم المستثمرين والشركات بالعمل، يعني لا تدفع المبالغ المالية لو ما راح يكمل المشروع. فإحنا نطالب الحكومة المحلية بشقة التشريعي والتنفيذي متابعة هذا الأعمال، خصوصا المشاريع السكنية في قضاء الشطرة وفي الأقضية والنواحي المتبقية كسوق الشيوخ ومركز المدينة. هناك مجمعات سكنية لحد الآن يعني نسب إنجاز عالية، لكن تلكأ العمل بسبب المساومات من قبل جهات سياسية متنفذة في المحافظة. يجب أن تكون هناك حملة حكومية لمعرفة أسباب تلكؤ المشاريع السكنية خاصة عن طريق الاستثمار، خصوصا أن محافظة ذيقار بحاجة لآلاف الوحدات السكنية وسط نمو سكاني. يجب على الحكومة أيضا يجب على الحكومة السكان الاتحادية والمحلية وضع خطط استراتيجية قصيرة وبعيدة المدى لإنشاء وحدات سكنية. هناك مشروع يعني بقضاء الشطرة، هذا معطل صار من أكثر من سنوات، يجب على الحكومة المحلية مراقبة هذا المشروع، ومن الحكومة نطلب من الحكومة وزارة البلديات إسراع بإنشاء هذا المجمع، مجمع يعني خاصة ثاني قضاء بالمحافظة من الناحية السكانية. مشروع الشقق السكنية في قضاء الشطرة من المشاريع المهمة والحيوية التي قامت بها تنفيذ شركة بارس بالتعاون مع شركة الفاو العراقية لإنجاز هذا العمل. يحتوي هذا المشروع على 66 شقة سكنية بتكلفة 100 مليار. تعرض هذا المشروع إلى كثير من الاندثار والسرقة والإهمال نتيجة عدم تخصيص المبالغ الكافية لهذا المشروع. نناشد ونطالب كحكومة محلية بإنجاز هذا المشروع بأسرع وقت وتخصيص المبالغ الكافية خدمة لأبناء مدينة الشطرة، لكونه يخدم شريحة كبيرة من الفقراء والموظفين ذات الدخل المحدود.